أولا هذه زيارة مهمة لوزير الخارجية الفرنسي في موريتانيا، وهي تدخل في نطاق العلاقات الطيبة التي تربط موريتانيا بالجمهورية الفرنسية، وهي علاقات قديمة ومتنوعة كما تفضل وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرو تحدث قبل قليل عن هذه العلاقات، وهي طبعا الآن عندها رمزية خاصة لأن ظرف الجيوي والإقليمي يعني مهم في هذه الفترة أن نهتم بهذه الظرفية. ولن الدولة الفرنسية قررت رفع التلوين الأحمر عن عدة ولايات مهمة سياحيا مثل ولاية أدرار وكذلك منطقة الساحل الشاطئ المحيط الأطلسي وكذلك بعض الأمور الأخرى اللي ربما ما يتسع لي الوقت أن نذكرها. وزيارة وزير الخارجية اليوم، وكما تفضل في ظرف أيام فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز سيقوم بزيارة عمل لفرنسا. إذن كلها هي مبادرة من نتيجة للعلاقات الطيبة اللي تربط بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والجمهورية الفرنسية، والتعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والاعتراف كذلك بدور موريتانيا كما تفضل وزير الخارجية الريادي في 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 هذه المنطقة، خاصة ما يتعلق منه بالأمن والتنمية والديمقراطية والحريات. شكرا. للقاء الضوء أكثر على زيارة